ويتلطف بولده في كلمته. هذا ابن الجيران ابن جار تتلطف إن كلمته تعطيه أكلة طيبة تعطيه كذا يذهب هذا الولد كابي جارنا فلان أعطاني كذا وأعطاني عيدية وكذا صار في حب ود بين العائلة كلها بشيء قليل بهدية بسيطة. أما والله رأيت ابن الجيران صفعته وضربته وسببته ويتلطف الله أكبر بولده في كلمته هذا يجلب المحبة ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنيا. إرشاد هذا ابن جارك نعم ما يصلي نعم أعطيته هدية امشي مع الجامع والله يرضى عليك نعم وهكذا تنصحه وترشده. الأكثر الناس وين هذا الحمصي الله يعافينا يعافي له مرته قولوا آمين. كلمة مرته مو عامية أبو حفص كلمة فصيحة مرتي ومرتك كلمة فصيحة كان شيخنا دائما ينشد لنا تقول عرسي وهي لي في عومرعة في صخب بئس امرأة وإنني بئس المرأة. كان شيخنا كان يقول نعمة هو بالنسبة إليه نعمة نعمة هو نعمة امرأته رضي الله عنها السيدة أم سالم عافية وقوية. أمو الشاعر قال بئس مرتمو تمام هو بئس امرأة وإنني بئس المرأة بئس المرأة نعم نعم. فيرشد ينصح أنا ينصح قال لي طالب في معهد فتح كنت أقول له هذا قال لي والله أنا جاهل. هو قال لي أنا جاهل قال لي في كل عمري عندما أمر أمام أولاد الجيران من الشباب أمقتهم وأغضب عليهم ولا أسلم عليهم ولا طب من ينصح هؤلاء أرشدهم من ينصح هؤلاء من يتلطف بهم يا نومان. نعم قال هذا إلى جملة الحقوق التي ذكرناها لعامة المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما صلوا على الحبيب صلى على الحبيب صلى غير جلستك ما مسموح تغير جلسة كل واحد يكون غير شاف الشيطان جاء إليه بده ينيمه غير الجلسة غير 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 الحركة بركة الحركة بركة. وقد قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما حق الجار؟ انظر إلى أسلوب تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال حق الجار كذا قال أتدرون في عملية تنبيه هذا أساليب التعليم هذا في تنبيه قال أتدرون ما حق الجار كلهم انتبه هذا من أساليب تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أردت أن تقرأ هذه الأساليب فارجع إلى كتاب الرسول المعلم وأساليبي في التعليم السيد الإمام المحقق الدكتور عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله كتاب بقي ربع قرن يجمعه 25 سنة سيد الإمام المحقق عبد الفتاح أبو غدة بقي يجمع هذا الكتاب كتاب عظيم عنوانه الرسول المعلم وأساليبه في التعليم صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما حق الجار شو تمام قال إن استعان بك أعنته إن استعان بك أعنته. الآن يرى جاره يحمل غسالة تكسر ظهره ولا يساعده أحمل معه مسكين هذا حملها صار معه ديسك في ظهره. أما لو أعانه الجيران بسم الله شو بيقولوا أبو عيد الحمل على على الجماعة خفيف يلا بسم الله بيسر طلعت الله يوفقنا. ما كان من قديم يستأجرون عتالة من قديم كان جيران يعينوا بعضهم بعضا أبدا واحد بده يرحل يلا فزعة وين هذا الرحال الله يرضى عنه هو رحال اللي أنا الله نحن عائلة الرحال نرحل من مكان إلى مكان أراد أن ينتقل من قرية إلى قرية قلت في المسجد لطلاب علمك يا جماعة قوموا لك أعينوا أخاكم والله فزعة واحدة بساعة حملوا له البيت كله شو سيدي يعني ما فيه والجدران يعني أثاث البيت حمل بساعة من الزمن الله يرزقنا التوفيق
الآن ما في تعاون بين جيران، صار بده مسكين بده ينتقل من مكان إلى مكان، بده وين أجر السيارة، بيجي عند هذا بعيد بيقول له والله الطلب 50,000، لك طلب 50,000، بيقول له تنكت بنزين عم يشتريها من مضايا تهريب ب90,000 وأبدا، وبده على التالي شيء، نسأل الله السلام. ربما أحيانا يعني حمل الغاض ونقله ربما يكون أغلى من أغلى من قيمته. الآن هذا وصلنا إليه في بلدنا، هذا الآن وصلنا إلى هذا الأمر. لا، تعاونوا تعاونوا على البر والتقوى. الله الله يوفقنا لذلك. والله مرة مرت بالشاغور أنا والشيخ إسماعيل الزبيبي والشيخ عبد الغني النابلسي، نعم والده لهذا الأفندي، وجدنا رجلا في الشاغور جاء باللبن البلوك، عنده شي 200-300 بلوك وعم يشتغل دخل اللبن بيته. والله قلت لهم يا جماعة الخير دائما تخطبون على المنابر وتعاون على البر والتقوى، والآن فرصة للعمل بهذه الآية. والله حملت لبنتين ودخلت، يا الله بسم الله. والله تفاجأ صاحب البيت، ظن انه شو سيدي من الملائكة هذول او من عفاريت سيدنا سليمان. الله بسم الله. الله بعشر دقائق ربع ساعة صارت اللبنات كلها. الله يرزقنا التوفيق. يا حبيبي تضحكون، والله ربما هذا المشهد في غفران من الذنوب احسن من 2000 خطبة. ابدا شيخنا شعب فتح البزم دائما الله يرضى يقول هذا الكلام، والموقف من مواقف صدقك أحسن من 100 خطبة عن الصدق. موقف من مواقف الوفاء خير من 1000 خطبة عن الوفاء. الله يلهمنا السداد، ديننا دين عمل مو حكواتية نحن. الله يرزقنا التوفيق. كان شيخنا شعب فتح تحدث عن الحسن البصري أنه كان يخطب ثم انقطع عن خطبة الجمعة مدة ثم رجع، قالوا يا سيدي ماذا انقطعت عنا؟ قال والله أردت أن أخطب عن عتق الرقبة فاستحييت من ربي أن أتكلم عن عتق الرقبة وما اعتقت الرقبة. قال اشتغلت جمعت مالا اشتريت الرقبة اعتقتها ثم جئت أخطب عن عتق الرقبة. هذا الفرق بين السلف الصالح، بين السلف وبين الخلف، وبعضهم صار خلفا وفرق شاسع بين الخلف وبين الخلف. الخلف في الخير والخلف فخلف من بعدهم خلف والعياذ بالله أضاعوا الصلاة واتبعوا شهوة فسوف يلقون غيا. نسأل الله أن يحفظنا.